يا ترى ايه اللي بيحصل بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي؟ وهل فعلا في فلوس جاية اليومين دول؟ ويا ترى ده قرض جديد ولا ايه؟ وليه دولار السوق السوداء عمال برضو يزيد؟ دولار السوق السوداء عمال بيزيد اليومين دول وقرب يوصل من مستوى 50 جنيه للدولار الواحد. الغريبة ان اللي حاصل ده جاي في نفس التوقيت اللي اعلن فيه صندوق النقد الدولي عن زيادة الحزم التمويلية لمصر، ومن الاخر الخير جاي وفي فلوس كتير هتوصل. طيب يا ترى الكلام ده معناه ايه؟ اننا داخلين على قرض جديد؟ ايوه، وده حسب الكلام اللي أكدته جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي ليها، وهو إن الصندوق اليومين دول بيعمل مباحثات مع الحكومة المصرية، وده عشان يقدم لمصر تمويل إضافي ضمن البرنامج الحالي. مش بس كده، دي كمان قالت إن الصندوق عامل مباحثات مع مصر عشان يستكمل المراجعتين الأولى والتانية واللي هم أساساً متأجلين، وواضح كده إن العلاقات مستواها عمال يتحسن، وده اللي أكدته كوزاك وقالت ان في تعاون كبير بيتم ما بين الحكومة وصندوق النقد الايام دي. الصندوق كمان كان شايف انه زيادة التمويل ده ضروري جدا، وده بسبب التحديات الاقتصادية اللي بتواجه مصر نتيجة الصراعات الموجودة في المنطقة، واللي متوقع انها تؤثر على ايرادات السياحة. والمفترض ان مصر بتتعاون مع صندوق النقد علشان تاخد قرض قيمته 3 مليار دولار. الاتفاق ده فعلا حصل في ديسمبر 2022، لكن البرنامج اتجمد، وده بعد ما الحكومة المصرية استلمت الدفعة الأولى من القرض، والمفترض كنا ناخد دفعتين تانيين في مارس وسبتمبر 2023، لكن المراجعات دي تم تأجيلها، وده لأن الصندوق مستثني من الحكومة إنها تلتزم بشوية شروط اتفقوا عليها، من ضمنها التزام الحكومة بتنفيذ خطة تخارج من الاقتصاد، وده من خلال الطروحات الحكومية واللي هتسمح بمشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، كمان تقليل الدعم على الوقود وتحرير سعر الصرف للجنيه، وشروط تانية كتير. لكن واضح كده ان الازمة ما بين صندوق النقد والحكومة المصرية هتتحل، وقريب قوي هتصرف ادارة الصندوق الدفعات المتأخرة، ده غير كمان زيادة الحزمة التمويلية، يعني زي قرض اضافي. طيب هل ده بقى معناه ان الحكومة هتعوم الجنيه؟ شوف، احنا قلنا ان الحكومة بتحاول تلتزم مع ادارة الصندوق وتنفذ له شروطه عشان تضمن صرف الدفعات المستحقة للقرض في مواعيدها. من ضمن الشروط دي هو تحرير سعر العملة زي ما قلت لك، وعشان كده في خبراء بيتوقعوا ان الفترة اللي جاية يحصل تخفيض جديد للجنيه، وتحديدا مع بداية 2024، وده مش هيكون اول تخفيض يحصل للجنيه، وده لان الحكومة خفضت سعر الجنيه 50% في فبراير 2022، واللي كان توقيته صعب جدا، خصوصا انه كان في بداية الازمة الروسية الاوكرانية واللي تسببت في خروج 20 مليار دولار اموال ساخنة من مصر. وبرضه ما نقدرش نأكد حدوث التعويم، خصوصا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استبعد تنفيذ الخطوة دي في يونيو اللي فات، وقال انها ممكن تضر بالامن القومي والمواطنين. انتم بقى تفتكروا الحكومة هتعمل ايه؟ فعلا ممكن تعوم الجنيه ولا هيكون عندها خطط بديلة؟